مثلا بالقبور، القبور، ثم يكتشفون أن الحنابلة كانوا قبورية على منهجهم، يتورط الحنبلي هنا، السلفي يتورط. يعني بمعنى يأتون ويقولون للشيعة أنتم عندكم القبور وتعبدون القبور، يقولون ما نعبدها، ماذا تفعلون؟ يقولون نزور. فإذا قالوا بس هذا شرك وهذا من وسائل الشرك والتمسح كذا، يأتي شيعي حاذق وينقل فتاوى أحمد في جواز التمسح بالقبور، أحمد بن حنبل نفسه، في جواز التمسح بقبر النبي والتمسح بالرمانة. ويأتي الحنبلي آخر اسمه إبراهيم بن الحربي من تلاميذ أحمد، يقول قبر معروف الكرخي ترياق المجرب، ويأتي بتراجم الحنابلة في طبقات الحنابلة لابن رجب ومن قبله ابن أبي يعلى في الأسترجية عند قبر أحمد وفضاء القبر أحمد ومؤلفة الحنابلة فضاء القبر أحمد وفي ترابه وفي تبرك أحمد نفسه بثياب يحيى بن يحيى النيسابوري. وفي فهنا يتورط السلفي بين أن يكفر الحنابلة وعلى رأسهم أحمد، أو يكفر الشيعة أو يتوقف عن الجميع، فيبدأ بالعد العكسي، يبدأ وراء، يعود 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 ويراجع. فأكثر من يسبب هذا إذا المستوى الداني الذين يتشيعون من المستوى العامي، أما الباحثون لا، ما يهمهم، يهمهم المعرفة، يهم المعرفة عن الله، عن دينه، عن سننه، عن أسراره، عن الابتلاء، عن لماذا المسلمون في هذا التظالم والتكاذب. يا الجواب تجده عند الشيعة، ما تجده عندنا، أن التغيير قديم وليس من اليوم، ليس من السقيفة، من قبل السقيفة.